مساء النور مجددا، مرحبا بكم معنا في جزء جديد من عدد ثاني من انتي الحب، برنامجكم جديد. الجمعه اللي فاتت على نسمه جديده وبرشا جديد، من بينهم نمره تليفون من خلاله تنجموا توصلوا لنا ستوريات المحبه نتاعكم. صوروا ستوريات وهديوا كلمه انتي الحب للعباد اللي تحبوهم، ابعثوا لنا على 46 200 212 46 200 212. في نفس النمره ابعثوا لنا ملخص لحكاياتكم اذا تحبوا تكونوا ضيوف معانا. سعيد جدا باستقبال ضيفي الثالث في حلقة اليوم، كريم عارف. عسلامة كريم. مرحبا بك حسين، ومرحبا بكافة المشاهدين. كريم عندك غرام برشا حاجات، من بينها الروسيكلاج، إعادة تأهيل الحاجات المكسرة تخلق منها حياة. أنا سميتك كي نجمع هالغرام وهالمحبات الكل اللي موجودة عندك، إنسان يزرع في الأمل. باش تعرفوا أكثر على كريم، رفقناه نهار كامل، مشينا معاه الماطر ومشينا معاه زادة المنوبة وتحديدا معتمدية البطان، التقرير التصوير لمحمد عتروس والمونتاج لعبد المنعم صقر. نشوفوا مع بعضنا. تبدأ فكرة، وكل حلمة باش تتحول الواقع لازمها برشا مجهود وبرشا صبر وبرشا خدمة ومحبة. وكريم عرفة شاب تونسي اتعلم من فترة طويلة انه وقت اللي الغرام والمحبة يبدأوا موجودين يسهلوا برشا الصيب ويحلوا ثنايا في أصعب البلايس. سنين توا من اللي حول كريم غرامه بروسيكلاج إلى طريقة لمساعدة غيره، كراسي، حاويات، طواول وحتى قناطر، كل شيء ممكن. ومهما تكون الحكاية بعيدة الإرادة تقربها. توفيق مع عند ربي أول حاجة، وحب الخير للعبادة ذوما يخليني ننجح، يخليني نفكر باش نزيد باش نعمل البليس في الحاجات هذية في المناطق هذية. مادام نحب الخير البيت نرقد نصبح أكيد باش ننجح فيه المشروع هذية. مادام النية صافية الحمد لله يا ربي ونجحنا، وكل حاجة نبدأها أكيد نكملها وننجح فيها. ونحب نوصل ديما ميساج للعباد، يجوا مع بعضنا نبنوا البلاد هذية، البلاد اللي قراتنا كريم من خيراتها، رانا كلنا في سفينة واحدة توا. لازمنا القوة الضاربة في تونس هي المجتمع المدني، المجتمع المدني يجوا مع بعضنا نبنوا البلاد هذية. راهو ما ثماش حاجة صعيبة، ما ثماش حاجة مستحيلة، راهو ساهل باش نكونوا أفضل. لو كان تشوفوا أمثلة ألمانيا بعد الحرب العالمية، اليابان زادة، ألمانيا بعد الحرب العالمية بنات هندسة، يعني تشوف نساء كيفاه تبني في ألمانيا، شوف ألمانيا توا وين، يجوا مع بعضنا توا تكون تونس أفضل وخير. احنا موجودين في مدرسة عين تريقلاش، إداريا تتبع معتمدية ماطر ولاية بنزرت، وقريبة برشا من طبربة من ولاية منوبة. في الريف هذا حلم الأهالي كان مدرسة جميلة تخلي وليداتهم يحبوا أكثر القراية ويقبلوا عليها وما يهربوش. وباش الفكرة تكمل تلموا أحباها المدرسة من المدير للي سبق وقرا فيها وللي رجع لها بعد ما بعد عليها. وببرشا محبة بدأت مدرسة عين تريقلاش تاخو شكل وروح جديدة. كريم وأصحابه عطاو للمدرسة روح جديدة، وأثار المحبة ظهرت على حيوت كيف كيف في قلوب الصغيرات وفرحة أهلهم بالمشروع اللي قاعد متواصل. المدرسة صحيح معناها بدينا احنا في معناها بالوسائل اللي عنا من الأول، بدينا مساهمة الأولياء الزملاء، وصلنا نظفوا احنا نعملوا احنا، الإدارة شجعتنا برشا حاجات سويفون، خاطر إذا كان فما حرص من المسؤول راهي الإدارة تستجيب. كي جيت ما كنتش نتصور معناها باش نلقى الوضعية هذه في المدرسة، وعندي ولادي جاوا معناتها سجلت مجدد، أنا مازال كي جيت عندي عام محسوب المنطقة هذه. كي جيت مع ولادي باش نرسمهم وشفت المدرسة ما مش وضع نتاع باش يقراو، نجمو نقولوا معناتها وضع كارثي، معناها حالة مزرية. حكيت مع المدير والمدير حكى لي، قال لي رانا حتى الدهن ما عندناش كون يدهن، قلت له ندهنوا ورجلوا. وبعد جات الجمعيه فهمتني اقترحوا حكايه الالكتريسيتي والدنيا الكل، قلت لهم رجلوا معاكم معناها نعاونكم على القدر الجاد. رسالتي القدماء اللي قراوا في المدرسه هذه، ادنى حاجه يزور مدرسته، وقت يزور مدرسته تو معناها وحده شنو اللي المبادره بتاعه تجيب طبيعته، الزياره يزور المدرسة ومن بعد كل شيء يجي بطبيعة. رجوع المدرسة اللي قريت فيها معناها في علاقة بالانتماء للبلاصة اللي قريت فيها، حتى كي تخوض أي تجربة أخرى
معناتها فما حنين للبلاصه هذيك ولا بترجع لها في يوم ما، باش تحاول تقدم الاضافه وتحاول تحسن معناها من ظروف المنطقه في عام. مع الصغار نحاولوا ديما الابارتونونس هذيك، نحاولوا نعديوها للتلامذه باش يبقى ديما الاحساس بالانتماء للمدرسه اللي قراو فيها، معناها ما يموتش حتى ولو اختاروا اختصاصات اخرين خلف التعليم، يبقى ديما نجم يعاون باي طريقه من الموقع نتاعو نهار اخر. ومن اول نهار دخلت المدرسه نتاعي كل متر وكل شبر كل مندور نتذكر الصغر نتاعي كله، نتذكر كل قسم درت عليها معناها الكل، كنت الباص اللي كنت نقرا فيها، الطاوله اللي كنت نقعد فيها معناها قعدت فيها، رجعت قعدت في الطاوله نتاعي وحسيت روحي فرحان فرحان على الاخر، تمنيت معناها مقبل راني جيتها. وكي حبيت نعاون فرحت لمدرستي معناها فرحت على الاخر على الاخر. مش نحبها انا دمي فيها المدرسه، انا ديجا معرس ولادي يقروا تو في المدرسه لهنا، فهمني قلبي يتحرق عليها. احنا مشكلتنا الوحيده في المدرسه هذه والعائق الكبير للمدرسه هو الترانسبور، ترانسبور للاطار التربوي وللتلامذه. علاش احنا ما تجيناش الكار هذه توصل لشويقي تتكمل تتعدلنا لهنا ويقروا تلامذتنا في تبربه واكسترن ويروحوا لديارهم كل يوم. خليني نجي المدرسه هذه كالفرحه نتاع الصغيرات اللي شفتها في مدارس اخرى، مدارس ريفيه، مدارس منسيه. باش نحاول ديما نزرع الفرحه في اي بلاصه، في خاصه نحكي المدارس الريفيه بعيده كالتقاء بعيده عن المدينه، في ظل ضعف امكانيات الدوله توا في الوقت الراهن، ان شاء الله المجتمع المدني يكون هو السباق باش يصلح باش يزرع الفرحه في مستقبل البلاد هذيا اللي هو كالصغار هذو. الجوله تواصلت مع كريم، والمره هذه الوجهه كانت البطان ولايه منوبه. الغادي كريم صنع للمحبه وبالمحبه قنطره، تسهل عيشه الناس وتنحي عليهم برشا صعوبات. انت تو في البطان في منطقه اسمها تنقار العليا، تشوف فيها غابه مزيانه برشا، زاد زينها هنا كريم بالقنطره المزيانه ذي، يخدمها باللوح. في وقتنا تو البلديه ما تنجمش تتحرك من غير مجتمع مدني، وقت اللي نقولوا نحن تشاركيه مربوطه بالمجتمع المدني، يعني المجلس البلدي لازم يكون في تكاتف وتعاون مع كل الجمعيات والمنظمات اللي عنده في المنطقه باش ينجم ينجح وينجح المنطقه. هو كريم اصلا اعطانا رساله في الانسان اللي يحب بلاده، في الانسان اللي بالحق يقدر التطوع ويقدر ينحي حب الذات من يخليه على جنب ويحب بلاده. كيما تشوف انت توا القنطره اللي خدمها بمجهود شخصي ذاتي ما عاونه حتى حد، اصلا حتى كي كان يكلمني كريم اول ما جاء هنا كنت نقول شنو هذا، شنو يحب يعمل، وين يحب يوصل. شخص وحده بفلوسه مسيب عائلته مسيب خدمته مسخر وقته باش يجي للتنقار هنا باش يعمل قنطره، ما نصورش كان باش ينجح. يبان نشوفوا اليوم في قنطره ما شاء الله عاون بها اكثر من 200 عائله موجوده لهنا، باش تنجم تتعدى وتمشي تمشي لخدمها، التلامذه باش تمشي تقرا. يعطيه الصحه وربي يبارك له، عمل انساني يعني خلينا الناس كل ما معنا ما نقولوا فيه. كريم نسخه منفرده في تونس، يا ريت لو كان منها زوز وثلاثه ومئه والف اخرين، خاطر لو كان جاوا عندنا برشا كريم عايشين عايش كريم. كريم مازال يبدع ويحلم انه يغير اكثر. محبته لتونس قاعده كل مره تظهر في شكل من الاشكال. خنطره ذي فرحتي انا، خاطر فرحت برشا عبيد، شفت الضحكه على برشا صغيرات، هذيك هي تبقى، هذيك هي فرحتي. نحب حاجات كيما هكا، نحب صغيرات فرحانين، صغار وكبار فرحانين بخدمه كيما هكا، خدمه كان يشوفوها مستحيله صعيبه، امكانيات الدوله ما تسمحش، تعاملت بطرق عده، راي مش هذا الجسر الاول، هذا الجسر الرابع، يعني بالريسكلاج بالحديد تاع الشيمينو بالفيراين تاع المدارس، هذايا باللوح باشجار محروقه هنا موجوده في الغابه، خدمنا الجسر هذايا، خدمنا الدروس، حبينا نوصلوا ميساج راهو ما ثماش حتى حاجه مستحيله، راهو من لا شيء نصنع اشياء. نحب نوصلوا ميساج زاد لصناع القرار، رانا نجموا نعملوا، رانا عندنا شباب مبدع، لكن القوانين البيروقراطيه هما الاكثر العوائق الموجوده تو.
محبة كريم لتونس قاعدة تظهر من خلال تفكيره في غيره وفي مشاكلهم وفي محاولاته أنه يلقى لهم حلول، والخلاصة أنه وحدها المحبة تزيد تعاوننا باش نبنيه ونعمره. كريم عرفها، تعرفنا عليك أكثر في التقرير، يعطيك الصحة قبل كل شيء. نتسلف الكلمة اللي قالها صديقنا وصف رئيس بلدية البطان، يعني مشكور جدا على الحفاوة الاستقبال أيضا الغادي. إن شاء الله روعنا منك برشا في تونس كريم، يعني في وقت البلد حالها تاعب يعني، واللعبات تاعبة، واللي هارب في البحر واللي هارب على البر، أنت ليه شقيت للأمل الثنية؟ يعني شنية الحكاية كريم؟ شو اللي لز فيك تمشي عكس تيار عموما؟ يعني الناس هاربة وهيجا، انت ليه ماشي للأرياف؟ هاو في مدرسة، هاو في بلاصة ما فيهاش قنطرة، شين الحكاية؟ حب البلاد أكبر حاجة خليتني نعمل حاجات كيما هكا. حب الخير لك صغيرات هذوكم، نحب نوصل ميساج ديما اللي قادرين رانا نكونوا أفضل بالخدمة، نثني والركبة العبيد الكل، ونخدم البلاد هذيا تنكونوا من الدول المتقدمة. أما مشكلتنا ديما ثم قوانين بيروقراطية اللي تعطل كل شيء، تخلي الشباب يحس روحه اللي هو في البلاد هذيا ميت في البلاد هذيا، مش لازم كركرتش معاك عبيد في الثنية هذه. كي نشوف رئيس بلدية البطان صديقنا وصف، يعني يقول لك كريم ما عرفتوش من الأول، ما فهمتوش، توا فرحانين فخورين، نتمناو تعاون جديد معاه. قاعدة تكركر معاك في عبيد في ثنية التطوع، هذا قيمة راي يلزمها ترجع موجودة، وفهم برشا مجتمع مدني ما يلزمها تكثر. أكيد ثم برشا عبيد بعد ما تكمل كما ذاك الجسر الرابع الجسر الأول، يكونوا المرة الأولى يقول لك ذي شنو باش نعمل؟ احنا كنا نستنوا حتى مواطنين في اللي يسكنوا غادي، يقول لك كنا نستنوا في الدولة، وشكينا برشا مرات، وإمكانيات الدولة ما تسمحش باش يجي مواطن عادي يعمل جسر هكا، يعني ما برشا عبيد ما تستوعبش الموضوع، من بعد كي يشوفوا يفرحوا. نحاول نوصل أكثر عبيد في المدرسة، زادة باش نحكيو على المدرسة، معايا دكتورة أنس الفري مشكورة برشا، ثم عبيد ولت جلبتها المدرسة، خاطر التعليم هو مفتاح النجاح. يجوا مع بعضنا العبيد الكل، كل واحد راهو ما ثماش واحد مستحيل، العبيد الكل تنجم تقدم للمدرسة العمومية، تنجم تسهل على الصغيرات هذوكم خاصة في الأرياف. حتى كي يمشي ينظف المدرسة راهو ديجا عمل البوليس، عمل حاجة باهية للمدرسة. على ذكر المدرسة، تحية للعبيد اللي شفناهم الكل، يعني عمري ما ريت عبيد تحب بلاصة كما العبيد اللي شفتهم في المدرسة. يعني عبيد ما عادش تعيش الغادي، رجعت تعيش في المنطقة اللي هي إداريا تتبع بنزرت، طب يعني ولاية بنزرت معتمدية ماطر لكني أقرب إلى منوبة. وانت تدور في الأرياف، شنو ساعات يخلي عبيد تتشبث ببلاصة وترجع لها؟ فما عبيد يعني صديقنا شفناه في الروبورتاج اللي يتكف بعملية صيانة الكهرباء وكل ما عنده دي تخافو في المدرسة، ما كانش في تونس العاصمة، هز عائلته ورجع يعيش في المنطقة الريفية هذه. شو اللي يخلي عبيد تتشبث بأرض ولا ببلاصة ساعات لا فيها ماء لا فيها ضوء لا فيها كياس لا فيها خدمات صحية ما فيها شيء، ما يقول لك بلاصتي نحبها ونحب نقعد فيها؟ هذاك هو الحب، حب الأرض، حب البلاصة اللي ولد فيها. أي شخص فينا ديما عنده حنين للبلاصة اللي ولد فيها، البلاصة اللي كبر فيها. برشا عبيد ترجع، أما راهو يد واحدة ما تصفقش، هذاك وغيره وغيره ينجم يكونوا قدماء المدارس، كل واحد اللي يقرأ في المدرسة يرجعوا يقدموا للمدرسة ديك يد مساعدة وتكون أفضل. راهو ولاده باش يجوا نهار ويرجعوا يقرأوا غادي كما قرأ أبوهم كما قرأ عموماتهم جدهم، ينجموا الحب نتاع الأرض هذيك والمدرسة هذيك يعاود يتزرع مرة أخرى ويعاود ويبعث الأمل مرة أخرى. يعطيك صحة كريم، موفق، وإن شاء الله كما قال صديقنا وصف في الروبورتاج، إن شاء الله نلقاو منك برشا. وصف المديوني تحياتنا ليه، رئيس بلدية البطان أيضا مشكور جدا على المجهود اللي قاعدة تصير لغاديك، دونك تحياتنا ليك. فقط في الختام سمعنا الطلب بصوت الأهالي في منطقة عين ترقلاش، يعني الإشكال الإداري أنه هما يتبعوا ماطر وترابيا قراب برشا المنوبة، فما كار يعني كان توصل للمنطقة هذية، فباش تمنع برشا تلامذة من أنهم يمشيوا، يعني هي الكار توصل من منوبة للشويقي وبعد ما توصلش المنطقة نتاعهم، وهذا يحرم الحكاية كل 10 كيلو
كيلومتر 10 كيلومتر تحرم برشا تلامذة من انهم يقراوا التعليم الثانوي نتاعهم حذا ديارهم، دونك برشا منهم يفطروا يمشوا بياتا ويبعدوا على عائلاتهم وبرشا يبطلوا القرايه اصلا معي. دونك الحكايه كل كار يعني كار اللي هذيك تبع بنزرت ليه تبع تبربة يعني مينو. حكاية أمور إدارية ديما مشكلتنا في القوانين القديمة والأمور الإدارية هذيك معطلة برشا حاجات وتخسر برشا عباد كيما الأولاد اللي يقراوا في المدرسة هذيك لازم يمشي يقرا مبيت في تبربة علاش على الكار هذيك 10 كيلومتر وينقطع ديما مبكر على الدراسة إن شاء الله إن شاء الله تتغير العقلية ونكونوا أفضل. هذوما عباد حبوا المنطقة نتاعهم ماذا بينا الدولة تعاونهم باش يبقوا فيها باش يقريوا صغيراتهم فقط. أنا عندي دعوة للمجتمع المدني لأنه فما خلط في البرنامج ماهوش برنامج رمت إعانات لا أما كي تبدا حاجات ألغلا استثنائية على شو وش نطلب هنا في المدرسة كي مشينا فما غرفة قاعدة تتحضر تحبوا تردوها مكتبة أنا العباد اللي يحبوا يتبرعوا بكتب ويعاونونا باش هالمكتبة نهارة اللي تحل نلقاو فيها أنواع الكتب الكل اللي بطبيعة تتماشى مع الأعمار نتاع التلامذة هذوما تتصلوا بينا كالعادة على الرقم 46 200 212 كتب طالبين كتب مش طالبين حاجة أخرى باش كريم يكمل لي ترافو هاكا هو قايم بها نعمروا هالمكتبة مثل الدعوة زادة لدور النشر والكل هاي فوالا عطيونا دور يتكفل بها واحد ونجي نصوروها ونحبوها المكتبة معمرة ومزيانة دونك وعدتهم أني نوصل صوتهم في البرنامج وإن شاء الله نشوفوها المكتبة هذه معمرة ويعطيك الصحة كريم وإن شاء الله نشوفوا مدارسنا باهية مدارسنا مزيانة مدارس تجلب الصغار هذوكم تحببهم بالقراية. شكرا ليك كريم يعطيك الف صحه. انتم زاد كان عندكم حكايه تحبوا حكايه محبه تحبوا توصلوها بعثونا على 46 200 212 46 200 212 هذا هو رقم الهاتف وبعثونا خاصه ستوريات المحبه صور روحك ابعث مساج للعباد اللي تحبهم لامك بوك خوك اختك حبيبك حبيبتك خطيبك خطيبتك زوجك زوجتك ابنائك معلمك الناس اللي تحبهم واللي عندهم اثر باهي في حياتك قول لهم انتم الحب هات نشوفوا مع بعضنا ستورية محبة. أنا اليوم في برنامج أنت الحب نعطي حبي لكل لمينت الغالية نقولها أنت الحب وربي يخليك ليا والله ينحيك عليا يا ربي ودنيا بلي ذكرى ظلمة والله يرحم كل أم توفي. مع السلامة الناس الكل، أنا اليوم باش نحكي لكم على حب حياتي على رفيق عمري على نصي خالي. ساعات كلمة أنت الحب ما تتقالش للأم وبوأكها وساعات تتقال للخال الخالة العم العمة. أنا اليوم نحب نقول لولو فتحي العلوي الله يرحمك وينعمك يا روحي فارقني 20 أكتوبر 2021 بسبب مرض خبيث. أنت بالنسبة لي أن فغي كومباتون صحة وكان أونديكابي أما أنا عمري ما حسيتك ناقص ولا زيد حاجة. نحب نقول لك الله يرحمك وينعمك ورام خويتك نزيها سعاد مليك كطاوس كلهم توحشوك بنات خويتك منى منال سروره ويثروبه امك هنية كلنا توحشناك كلنا ندعو لك بالرحمه وانا اليوم نحب تونس الكل تدعي لك بالرحمه الله يرحمك وينعمك وميرسي بوكو على فكره. انا سالي نحب نبعث ميساج لشخص بحياتي نحبه برشا محلاه يكون عندك انسان سند وحبيب هو الدنيا ترى هو الدنيا نحب نقول لي نحبك برشا وربي يخليك لي. كانت هذه ستوريات المحبة نتاعكم انتوما زادة بعثوا خاصة مواطنينا بالخارج ابعثوا ومازلتوا ماكمش مروحين تاو مازلتوا ما برمجتوش ميساج وصلوا تحياتكم ولي ديديكاس نتاعكم صوتا وصورة وخليوا برنامج انت الحب يكون صوتكم وصوت المحبة نتاعكم في تونس. انا في الاخر حبيت مجددا نشكر ضيفي كريم عرفة. سي كريم احنا نستقبلوك بالنوار شوية على المجهود الكبير اللي تعمل فيه. تفضل كريم هكي نوصلوا للختام موعد جديد من انت الحب نذكركم 46 200 200 12 تبعثونا ستوريات المحبة متاعكم وبعثونا أيضا ملخص على القصص إذا أنتم يعني تراو رواحكم تنجموا تكونوا ضيوف معنا في الختام. كل مرة نذكر جزء من فريق البرنامج وإحنا في الحلقات الأولى حبيت تحية كبيرة لصديقنا طارق الأخرج مدير التصوير هنا في البلاتو أيضا أيمن ديلي المكلف بالإنتاج مجهودات كبيرة قاعدة برشا عباد تعمل فيها باش نجموا نوصل لكم حكايات توانسة إن شاء الله يكون لهم أثر جيد علينا وعليكم وإن شاء الله ديما أنتم الحب. صباح الخير.